اختتمت أمس جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني التي تطرقت للعديد من الملفات من بينها التعليم والأسرة. وعلى هامش الجلسات كان لنا العديد من اللقاءات، حيث أكد الدكتور راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أنه سيتم وضع معايير لعضوية المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وذلك لضمان فعاليته. طبعا اللائحه التنفيذيه للقانون لازم هتحط المعايير دي، ان يكون في سابقه اعمال، وان هو يكون اشتغل قبل كده في تقييم التعليم، وان عنده سنوات من الخبره، وممكن او يكون عنده بحث علمي في هذا النطاق. يعني ممكن نحط معايير كويسه جدا، لكن الحقيقه النهارده انا اصريت ان احنا نفتح البرجل شويه. نفتح البرجل يعني نبص على علمائنا في كل مكان،